خلونا نروح من الطقس للساحرة المستديرة ونتكلم عن نجم كبير وهو كريستيانو رونالدو، واللي عنده في الحقيقة سوء توفيق السنة دي. خد قرارات كتيرة غير موفقة بالمرة، وخلينا نقول بعض من هذه القرارات، زي مثلا غيابه عن فترة إعداد مانشستر يونايتد ومعسكراته الخارجية، وفشله في الانتقال لنادي تاني عشان يشارك في دوري أبطال أوروبا. وفي تاني مباراة في الموسم تلقى هزيمة تقيلة 4-0 أمام فريق برنتفورد. كل الأسباب دي خلت الجماهير تهاجمه وتطلبه بالاعتزال. مفيش شك إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيواجه تحديات صعبة في الوقت الحالي بسبب عدم تكيفه مع مانشستر يونايتد، خصوصاً بعد ما خرجت تقارير صحفية أوروبية بتأكد إن الدون اتعرض على إي سي ميلان وإنتر ميلان علشان ينضم لأي نادي فيهم خلال الفترة الحالية. التقارير قالت إن الفرصة تم إتاحتها لأكبر أندية إيطاليا للتعاقد مع رونالدو، لكن المسؤولين في كل نادي متحفظين على انضمامه. ومش بس كده، أصوات الجماهير أصبحت بتطلب من الدون الاعتزال بعد أزماته الأخيرة في صفوف المان يونايتد، خصوصاً بعد ما شارك في هزيمتهم قدام فريق برنتفورد بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم أثناء الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن كتر الهتافات اللي بتطالب اللاعب بالاعتزال، رونالدو رد عليهم بشكل غير متوقع وقال: ابني قال لي أستمر في الملاعب لسنوات قليلة، عايز ألعب معاك في فريق واحد. وقال كمان إنه مستمر في اللعب حتى لو وصل سنه للأربعين، وبخلاف رغبته في اللعب لحد السن ده فلازم يحافظ على الأرقام القياسية المسجلة باسمه. رونالدو اتعرض لتقلبات كتيرة في حياته خلال الشهور اللي فاتت، خصوصاً على الصعيد الشخصي والمهني، وده اللي خلاه ياخد قرارات غير موفقة، زي مثلاً غيابه عن فترة إعداد مانشستر يونايتد ومعسكراته الخارجية بدواعي وجود أسباب عائلية خاصة. وبعد تكهنات كتير عن مصير عودته مع الفريق الأحمر وغيابه اللي استمر فترة طويلة، فجأة ظهر الدون وشارك في شوط واحد في آخر مباريات اليونايتد الإعدادية للموسم الجديد قدام فريق ريو فاليكانو الأسباني، واللي انتهت بالتعادل 1-1. وبعد 4 مباريات واجه النجم البرتغالي انتقادات كبيرة من الجماهير والمحللين، واللي أكدوا أن تفكيره في الرحيل مخليه فاقد التركيز مع الفريق، وده اللي دفع المدرب إيريك تن هاج يوافق على رحيله في حالة أن النادي هيوفر له البديل. تقارير كتير خرجت وأكدت أن الأسباب اللي مخلية رونالدو عايز يرحل عن المان يونايتد هو رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، خصوصاً إن اللاعب فاضله 3 أو 4 سنين علشان يلعب في أعلى مستويات كرة القدم ويحافظ على الإنجازات والأرقام القياسية اللي حققها.